عود ليش من نسمع كلمة فيران أو نشوف صورة فار نتخيل بسرعة تجارب علمية؟ وليش يستخدمون هذا الفار الأبيض الكيوت بالتجارب الطبية؟ أنا أقولكم ليش. فيران والجرذان جيناتها تشبه جينات البشر بشكل كلش كبير، والمكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة تقول أنه شبه الجيني بين البشر والفيران يوصل 95%، ومعظم أعراض الأمراض على البشر يمكن تجربتها على الفيران. والسبب الثاني هو سرعة تكاثرها، مدة حمل الفارة تتراوح من 19 إلى 21 يوم، وبعد كذا أسابيع الصغار تكبر وتكون جاهزة للتزاوج. وطبعاً عمر الفارة يوصل إلى 3 سنوات، يعني فعلياً الباحثين يقدرون يدرسون أجيال كاملة بمدة كلش قصيرة. أكو سبب آخر حيل مهم، الفيران عندها القدرة العجيبة للتكيف مع أي متغير بيئي، هذا يخلي العلماء يشوفون تجاربهم بظروف مختلفة، واللي يخلي الفار مرغوب بالتجارب صغر حجمه وسهولة التحكم به ونقله. وأكيد طبعاً أسعار الفيران رخيصة كلش، وخضاع الفيران للتجارب مسألة كلش دقيقة. مثلاً العلماء يستخدمون الجرذان بدراسات القلب والأوعية الدموية وأيضاً دراسات السموم، بينما الفيران يستخدمها بدراسات السلوك والأعصاب والشيخوخة. إحصائيات عالمية تقول أن البشر يستخدمون أكثر من 120 مليون فار وجرذ للتجارب بجميع أنحاء العالم كل سنة. رقم مرعب مو؟ أشوفكم في الحلقة الجاية.